السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. الصور اللي راكم تشوفوا فيهم هم مزرعة خاصة بالتفاح، وبما أننا رانا في موسم قطف التفاح اتجهنا مع العائلة إلى هذه المزرعة، ودائما نختاروا شهر أكتوبر لأنه كاين نوعية خاصة تاع تفاح تقطف في هذا الشهر تسمى أمبير، هي المحببة عندنا هنا في البيت. وهذه هي الكمية تاع التفاح اللي قطفناها من هذه المزرعة، وهذا التفاح ماشي مجانا، يعني من مشينا لهذيك المزرعة خلصنا عطاونا دي ساك باش نعمروهم. وهذا التفاح حضرت به لي تارتو بوم، هذه الوصفة شفتوها معايا من قبل، لكن اليوم غادي تشوفوا شكل جديد للتغيير. بالنسبة للعجينة هي عجينة الصابلي، تقدروا تستعملوا أي عجينة صابلي ناجحة عندكم. قدمت لكم في القناة عجينة صابلي مصنوعة بمارغارين التوريك، هذيك الوصفة تستعمل كثيرا في المحلات لأن العجينة تاعها تقعد مقرمشة لعدة أيام. وكاين أيضا عجينة أخرى مصنوعة فقط بالمارغارين أو الزبدة، هي اللي غادي نستعملوها اليوم. غادي نحضروا أولا لاكومبوت ونخلوها تبرد، من بعد من بغي نحضر لا تارتو بوم نصنع فقط العجينة. سنمر مباشرة إلى مكونات لا كومبوت وطريقة التحضير. بسم الله. استعملت 2 كيلو نتاع تفاح لتحضير هادو 3 تاع لي طارت، غسلته بالماء وغادي نزعو له القشرة، من بعد نقطعوه قطع صغيرة كيما راكم تلاحظوا في الصورة. وضعته في طنجرة وغادي نضيف له مايزينا أو النشا 80 غرام، ما يعادل 3/4 كوب. نضيف أيضا السكر 200 غرام أو كوب. نضيف أيضا سكر فانيلا، استعملت 2 ملاعق كبار باش تكون النكهة تاع الفانيلا قوية في لاكومبوت. هنا غادي نضيفو نصف ملعقة صغيرة نتاع قرفة، تقدروا تزيدوا على حسب الذوق. غادي هنايا نخلطوا مليح هاد المكونات الجافة مع التفاح باش هذيك المايزينا ما تولي لكمش كويرات. وغادي نوضع لكم في صندوق الوصف المقادير بالنسبة ل 500 غرام تاع تفاح ايضا. وهنايا اضفت عصير نتاع 1 قارص، وحدة ليمون. نضيفوا ايضا الماء. وضعت 3 كوب، الكوب الذي يزن 250 مليلتر نتاع ماء، ما يعادل بالتقريب 750 مليلتر، تقدروا تضيفوا حتى اللتر، لكن النوعية تاع هذا التفاح بالخف يطيب ويتفتت، لذلك وضعت فقط 3 كوب. غادي نوضعوه فوق النار، في الأول وضعتها نار قوية وقعدت نخلط، حتى من شفت هكا الخليط بدا يغلي، عاد باش نقص على النار. وهنا كما راكم تلاحظوا، في نفس الوقت حضرت أيضا ناباج أو لاجولي، هذه الوصفة بالتفصيل وضعتها لكم في القناة، وغادي نوضع لكم رابط تاعها في آخر الفيديو. هنايا قشور تاع التفاح، أضفت لهم كوب تاع السكر أو 200 غرام، وأضفت لتر تاع ما، وغادي نوضعهم فوق النار واحد 5 دقائق يغلو، من بعد نطفي عليهم ونخليهم حتى يبردوا. التفاصيل راهم في الوصفة اللي عملتها من قبل. هنايا التفاح كما راكم تلاحظوا لاكومبوت راهي فوق النار قوية، وما تنسوش تخلطوا، من يبدا هكا الخليط يغلي نقصوا على النار وتقعدوا تخلطوا باستمرار، لان التفاح لو كان ما تخلطوش مره على مره غادي يلصق لكم في قاع تاع الطنجره وغادي ينحرق لكم. من بعد هنايا كي نشوفوا صاي الخليط ولا كثيف، غادي نطفوا على النار ونغطوا الطنجره، غادي من بعد هذاك التفاح غادي يزيد ايضا يذوب ويطيب اكثر. تخلوه يبرد على درجه حراره الغرفه، بعد وضعوه في المبرد. والان سنمر الى تحضير عجينه الصابلي. بالنسبة للمكونات سنحتاج إلى 4 بيض، نحتاج 300 غرام نتاع سكر كوب ونصف كوب، نحتاج هنا المايزينا أو النشا بالتقريب 150 غرام أو كوب مملوء، وهنا الفارينة أو الطحين أو الدقيق الأبيض راه مغربل، ونحتاج إلى المارغارين أو الزبدة تكون طرية على درجة حرارة الغرفة 500 غرام، نحتاج 2 كيس سكر فانيلا أو 2 ملاعق صغار. وهنا خميرة الحلوى أو بيكين باودر كيس واحد أو ملعقة صغيرة. كما تلاحظتوا كمية كبيرة نتاع صابلي، غادي نوضع لكم أيضا نصف المقادير نتاع العجينة في صندوق الوصف. هنا في إناء الخلاط وضعت البيض، غادي نضيف له السكر كما قلت لكم 300 غرام كوب ونصف كوب، هنا سكر فانيلا 2 كيس، تقدروا أيضا تزيدوا عطر الليمون أو قشور الليمون. غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي، إما تستعملوا العجان إلا كان عندكم حاضر أو فقط بواسطة الدراب الكهربائي العادي. مي تتحصلوا على خليط كريمي من بعد الصابلي يجيكم هش ويدوب في الفم.
هنايا غادي نضيفو الزبده 500 غرام ونكملو في الخلط. والزبده راها طريه على درجه حراره الغرفه. تقدروا ايضا تستعملوا المارغرين كما في الجزائر، تقدروا تستعملوا لابيل ولا صور ايضا تلفح في هذه الوصفه. من بعد غادي نخلطوا المكونات جيدا حتى تحصلوا على خليط يكون متجانس. هنا اضفت المايزينا وغادي نضيفوا ايضا كميه نتاع فارينه او دقيق ابيض، وزيدوا فوقهم ايضا خميره الحلوى، فقط كميه قليله تاع فارينه باش نخلطوا المايزينا وخميره الحلوى. بعد غادي هنايا اما تكملوا بواسطه العجان وتستعملوا هذاك لاسخيمون يجي على شكل مثلث، او فقط بواسطه اليد. انا استعملت العجان باش ينقص عليكم التعب. دائما هذا العجان يساعدكم كثيرا إذا كان عندكم حاضر في البيت، ماذا بكم استعملوا باش هكا ما تعيوش. هنايا بواسطه هذاك لاسخيمون مثلث خلطنا المكونات، وغادي نضيفوا الفارينه ونزيدوا نخلطوا. وفي الاخير العجينه لازم تكون طريه، ما لازمش تكون صلبه، يعني الفارينه ما عبرتهاش، قعدت نضيف الفارينه حتى تحصلت على عجينه كما غادي تلاحظوا في الصوره، تكون طريه وتقدروا تورقوها بكل سهوله على هذا الشكل اللي راه في الصوره. يعني ما لازمش تكون صلبه كثيرا، وكان تكون صلبه ما غاديش تساعدكم في التوريق. من بعد هنايا غادي نقوموا بالتركيب. هذه السنيوه وضعت لها قليل من الفارينه، وكما راكم تلاحظوا القاع تاعها يتنزع، هذه تطبيقية كثيرة في هذه الوصفة. غادي ناخذ كمية نتاع عجينة نعدلوها جيدا، وغادي نورقوها فوق طاولة العمل، ومدى بكم وضعوا شوية فارينة باش ما تلصقلكمش، وهذه العجينة ما تلصقلكمش وايضا ما تتهرش، يعني تقدروا تورقوها عادي فوق طاولة العمل. الا شفتوها تشقت لكم، يعني بالك استعملتوا نوعية تاع زبدة ماشي مليحة ولا كثرتوا الفارينة، هنا تقدروا تورقوها بين زوج ورق نتاع بلاستيك. كما لاحظتوا ورقت العجينة على سمك 5 مليمتر، بعد لفيتها في الوراق ووضعتها في السنيوة، والآن راني نعدل فيها جيدا، وهذاك الزائد تاع العجينة غادي ننزعوه كما راكم تلاحظوا في الصورة، إما بواسطة الوراق تنزعوه أو فقط بواسطة اليد تضغطوا عليها. من بعد هنايا غادي نملؤوا سنيوة بلا كومبوت. دوك تشوفوا هنايا لا كومبوت بعد ما باتت ليله كامله في المبرد، شوفوا كيفاش راها كثيفه وراها بارده، وما لازمش تكون فيها سائل باش العجينه من بعد ما تشرب لكمش وتتعجن لكم. هنايا غادي نملؤوا سنيوه مليح، وهذه الكميه تاع لا كومبوت حضرت بها 3 سنيوات، دوك تلاحظوهم من بعد في الصوره. بعد هنايا نوزعوا مليح لا كومبوت على جميع المساحه، ومن الفوق غادي نوضعوا شرائح تاع التفاح. نفس الشيء ورقت ثاني العجينه على السمك 5 مليمتر ولفيتها في الوراق ووضعتها في سنيوه. هنايا المقياس تاعها 20 سنتيمتر على 30 سنتيمتر، والان راني نعدل فيها وهذاك الزائد غادي نحوه. والعجينه ما لازمش ترقوها بزاف، لو كان ديروها رقيقه غادي من بعد تتهرس لكم توضعوا لها لا كومبوت وتطيبوها. هنايا راني نقطع في التفاح الى شرائح، اما تقطعوه على شكل ربع او نصف كما غادي تلاحظوا في الصوره. هذوك اللي ربع وضعتهم في السنيوه الدائريه، واللي جايين على شكل نصف وضعتهم في السنيوه المستطيله. من بعد تزينوا بها المساحه العلويه، توضعوا جميع التفاح فوق المساحه كما راكم تلاحظوا في الصوره. نفس الشيء عملته بالنسبه للسنيوه الاخرى. من بعد كنت تشوفوا المثال الثالث ما استعملت فيه شرائح من الفوق. هنايا كما راكم تلاحظوا هنايا السنيوات راهم واجدين باش نطيبوهم. هنايا النوع الثالث استعملت هذه السنيوه ايضا، القاع تاعها ينتزع بسهوله، وضعت شويه فارينه، من بعد ورقت العجينه على السمك 5 مليمتر، لفيتها في الوراق وضعتها في السنيوه، وراني نعدل فيها، يعني نفس الطريقه اللي شفتوها في السنيوه الاولى. والان نحو هذاك الزائد وتملؤوها من بعد بلا كومبوت، وغادي من الفوق ما نوضعوش شرائح نتاع التفاح، غادي نوضعوا العجينه، والعجينه تكون مثقبه على شكل مربعات. هنايا العجينه ورقتها على السمك 5 ولا 6 مليمتر، وهذا هو اللي استعملته باش قطعت به العجينه الفوقانيه. لما كانش عندكم حاضر هنايا عادي تقدروا تورقوا العجينه وتقضبوا اطار اما مربع او اي شكل اخر، لوزونج ولا مثلث ولا قلب، وتقعدوا هكا كتقطعوا في العجينه. دوك نوري لكم المثال من بعد. هنايا هذوك غادي نحيهم كامل، من بعد غادي نلفوا العجينه في الوراق وتوضعوها غير بالعقل فوق لا كومبوت. هنايا غادي نلفها في الوراق وتعادلوها جيدا، حتى لو كان ما توضعوهاش في المركز نتاع السنيوه، من بعد غادي نوضعوا واحد الشكل في المحيط هكاك باش يزيد يزينها اكثر ويدرك هذاك جميع الشقوق. هنايا قضبت العجينه وغادي نحولها الى حربوش رقيق، تصنعوا زوج تاع حربوش وتلفوهم، يعني كي شغل تضفروهم
على الشكل اللي كنتشوفوا فيه في الصورة، وتوضعوه على جميع الحافة، يعني تزينوا بها الحافة وفي نفس الوقت تدرجوا هذوك الشقوق. غادي نكملوا بنفس الطريقة حتى نملؤوا جميع المحيط. يعني تقدروا أيضا تستعملوا شكل آخر بالعجينة وتوضعوها في المحيط. هنايا كما راكم تلاحظوا هنا كملتها كامل. وهذاك الإطار لما كانش عندكم حاضر شديروا تورقوا العجينة. هنا غادي نوري لكم غير عجينة غير صغيرة لكن نتوما كبروها. من بعد غادي ناخذ هذا الشكل ونقعدوا تقطعوا بهذا الشكل راكم تشوفوا فيه. هنايا كان عندي حاضر هذا على شكل قلب، لكن تقدروا تستعملوا مربع او اي شكل اخر. تقعدوا تقطعوا في العجينه، من بعد تلفوها في الوراق وتوضعوها فوق لا كومبوت. بالنسبه للطهي غادي نسخنوا الفرن على درجه الحراره 190 درجه مئويه، ما يعادل بالتقريب 380 درجه فرنهايت، يعني اكثر من العاديه لانني طيبت 3 سنيوات مع بعض. من تلحق هذيك درجه الحراره غادي نوضعوا السنيوات داخل الفرن ونخلوهم داخل الفرن حتى تشوفوا العجينه تحمرت لكم في الحافه. ومده الطهي كانت بالتقريب 30 دقيقه، لكن يمكن تتغير على حسب النوعيه تاع الفرن تاعكم. هنا كما راكم تلاحظوا من شفت العجينه حمرت لي وشفت ايضا التفاح عنده لون ذهبي فاتح، طفيت على الفرن وخرجتهم وخليتهم حتى يبردوا مليح. من يبردوا تنحوهم من السنيوات وتوضعوهم في المبرد، ولا تقدروا ايضا تخلوهم في السنيوات تاعهم. هنايا كما راكم تلاحظوا اني مغطيتهم بابي الومنيوم وكانوا في الفريجيدان، يعني خليتهم حتى بردوا مليح. والسنيوه الاولى استهلكوها، يعني بقاو لي فقط هادو تنين. وهنايا الناباج او لا جولي شوفوا كيفاش ولا هنا ايضا كان في المبرد، يعني لا كومبوت والناباج حضرتهم ليله من قبل. الوصفه هذه دوك نوضح لكم في اخر الفيديو بالتفصيل. هنايا لا كومبوت غادي نوضعوها فوق المساحه، غادي نوضعها فقط في سنيوه واحده لان في البيت كاين اللي ما يبغوش الناباج. ومادا بكم هذيك السنيوه المثقوبه خلوا شويه تاع ناباج يدخل في هذوك الثقوب باش الشكل تاعها يجي شباب. وهذا الناباج تقدروا ايضا تلصقوا به لي بتي فول، وتقدروا ايضا تلصقوا به صابلي. هنايا غادي نحيها من السنيوه، وهذا هو الشكل النهائي تاعها. دوك نقطع لكم وتشوفوا كيفاش تجي من الداخل. تقدروا ايضا السنيوه الاخرى توضعوا لها ناباج او لا جولي. الا ما كانش عندكم حاضر ناباج ولا لا جولي تقدروا فقط بواسطه مربى نتاع المشماش ديروا له شويه ماء وتطلوا به المساحه العلويه. واش هي طيبه؟ هنا غادي نقطع لكم وتشوفوا كيفاش تجي من الداخل. بالنسبه لملاحظه اليوم تخص لا كومبوت من طيبوها لازم تنشفوها مليح من الماء، لان هذاك الماء لو كان يقعد وتوضعوه في السنيوه من بعد هذيك العجينه غادي تشربه وغادي تتعجن لكم من الطيب. والملاحظه الثانيه عوض ما تقطعوا التفاح على شكل شرائح كما راكم تشوفوا في الصوره تقدروا ايضا ترابوه من الفوق. والملاحظه الاخيره الى حضرتوا كميه كبيره نتاع تاختو بوم تقدروا الاحتفاظ بها في المجمد، يعني غطوا السنيوه مليح ودخلوها المجمد قبل ما توضعوا لها الناباج. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. نقول لكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.